مامتي أحمد لا إيمان قاعدة على السرير وبتعيط. أحمد بحزن: أنا آسف يا إيمان. ما نطقتش ولا كلمة وقعد أحمد جنبها ومسك إيديها: على فكرة وانت بتعيطي بتبقي جميلة قوي. قطعته إيمان وقالت له وهي بتبكي: أحمد، هو انت ممكن تسيبني في يوم من الأيام؟ أحمد بدهشة وبيحط إيده على بقها: انت بتقولي إيه؟ لا يمكن أبدا، دي ماما بس قالت الكلام ده من ورا قلبها. يعني هتفضل معايا على طول مش هتسيبني؟ شدها أحمد لحضنه وبشدة هي استسلمت له تماما وقال لها بألم: انت حبيبتي ومراتي وانت أم ابني، انت حب حياتي يا إيمان، ازاي أقدر أسيبك؟ اوعي تقولي كده تاني، وأوعدك حقك هيرجعلك وأقدر أرجعلك الأمان، ومش عاوزة أشوف دموع دي تاني، سامعة؟ فضلت في حضنه وهي بتبكي بحرقة لحد ما انتبهت وبعدت عنه ببطء. ليه بقى الرخامة دي؟ ما ردتش إيمان عليه وفضلوا يتكلموا مع بعض، والأول مرة قلبها بيعلن عن حب أحمد، وأحمد كمان نسي الدنيا من حواليه، هو كمان قلبه بيدق باسم إيمان. وفي مكتب أيمن دخلت السكرتيرة وبتقوله: في واحدة بره عايزة تقابلك يا أيمن بيه. مين؟ ما قالتش، قالت إنها من عيلة الشيخ. عيلة ايه؟ اوف، واحنا مش هنخلص. رنا وهي بتمد ايديها لايمن: اهلا وسهلا يا فندي. اهلا بيكي، انا رنا بنت خالة احمد الشيخ. نعم. ايه مالك مندهش كده ليه؟ لا عادي. طب حضرتك انا مشغول دلوقتي، ادخلي في الموضوع على طول من غير مقدمات. مش حضرتك اللي ماسك شركات ايمان؟ تقصدي شركات عمها، هي اتنزلت عن كل حاجة ليها بعد الفضيحة اللي عملتها. فضيحة ايه؟ لاحظ ايمن انها مش عارفة حاجة فحب يكسب الموقف لصالحه. الفضيحة بتاعتها هي واحمد الشيخ، بجد ما كنتش متوقع كده ابدا، وفي الاخر قال اتجوزوا، ما كان من الاول لازم الغلط. بصت له رنا بشدة وايمن بابتسامة خبيثة: المهم حضرتك كنت عايزة حاجة؟ لا أبدا، أنا كنت عاوزة أقابل أي حد من قرايبها. شكرا ليك. لما خرجت رنا من مكتب أيمن اتصل بأحلام: يعني مامتها لسه ما عرفتش؟ ظاهر كده من كلام بنت خالته. تعجبني يا أيمن، أنت عملت اللازم. قال لها: هي أمل فين؟ هي في أوضتها حبسة نفسها ليل ونهار. إيمان إيمان طهقتني في عشتي. وفي الفيلا: يا خبر ابيض يا ايمان، انت خارجه من غير الحجاب، افرضي احمد شافك دلوقتي. ايمان وهي بتضربها على ايديها: بس بقى يا بنتي انتي، هو فين احمد؟ وانت بتسالي ليه؟ ايمان بكسوف: عادي، اصل صحيت ما لقيتوش في الاوضه، يظهر انه بيروح الشغل بدري. بصت لها ياسمين بخبز: بقولك ايه، ما تبصليش كده، انا بس بطمن عليه لانه كان تعبان امبارح من نوم على الارض. ياسمين وهي بتحاول تكتم ضحكتها: حرام عليك يا إيمان، كل ده وأحمد أخويا بينام على الأرض؟ بقى أحمد اللي شاري سير قد كده واخد نص قطه عشان يرتاح عليه تنيميه أنت على الأرض؟ ماشي يا ستي، سيبك أنت بقى من أحمد واحكيلي عن سي محمد. ده لما جه المستشفى يا خرابي على منظرك، خدودك أحمرت وصوتك المزعج ده بقى هادي وناعم. ولا لما قال لأحمد تشرب قهوة انت سبقتيه وقلت له لأ، كلنا هنروح على البيت. يخرب بيتك، ده انت كارثة، واخدة بالك من كل حاجة. والله انا بحبه وخلاص بقى، بحبه بشكله وضحكته ولبسه وطريقة كلامه. يا سلام بقى يا ايمان لو جه يتقدم لي، ساعتها هطلع على اوضتي جري واحضر شنطة هدومي. للدرجة دي؟ ده بس باين عليه هو كمان واقع لشوشته بجد. وعرفت ازاي؟ كل ما بشوفه بلاقيه بيتجنب يبصلك. وفجأة دخلت رنا الفيلا: ايه الهانم كانت فين؟ كنت في مشوار، عرفت منه حاجات كتير وبلاوي كتير هتغير حياتنا. مشوار ايه ده يا رنا هانم؟ هتعرفي يا ياسمين، بس اشوف خالته الاول. وخرجت: انا مش مطمنه للبت دي خالص، فعلا دي شكلها مش سهله. وفي اوضه امل دخلت عليها صاحبتها: انت يا بنتي محدش بيشوفك ليه ولا بتيجي النادي خالص؟
انت ايه اللي جابك؟ ناقصاكي انا؟ مالك يا امل مدخله نفسك في دوامه كده ليه؟ بحبه يا سمر. هو مين ده؟ ايمن. بجد اخيرا حسيتي بيه؟ بقالي فتره حابسه نفسي في اوضتي وهو ما عادش يتصل بيا ولا اشوفه. عارفه لما كان بيغير عليا لما البس قصير ولبسي ما يعجبوش، كنت بحب شعوره بالغيره ده. وتعرفي كمان لما كان بيقول لي كلام حلو وانا صده، كنت عاوزاه من جوايا يكمل. فضلت اكابر بس دلوقتي مش قادره. وليه بس يا بنتي ما تسيبي نفسك؟ ده مش ممكن، ده مش بني ادم، ده حيوان بيشرب ويسكر وكمان بيعرف بنات ويخطط ويدمر حياه الناس. وبدات تبكي بشده وحكت لها امل قصه ايمان. سمر بصدمه، ايه ده انت عصابه، ازاي تعملي كده ببنت عمك؟ بصي انت لازم تصلحي اللي عملتيه وترجعي حق ايمان. وسابتها ومشيت. وفي اوضه سميحه قامت من مكانها فجاه، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت اتجننتي؟ لا والله يا خالته، ده كل اللي انا عرفته لما رحت الشركه، وانا انصدمت زيك بالظبط. الله يكون في عونك. وفضلت رنا تبخ سمها في ودن سميحه. كانت ايمان قاعده في الصاله شارده وفايت على صوت احمد. القمر سرحان في ايه؟ انت هنا من امتى؟ من دلوقتي. قوليلي بقى سرحانه في ايه؟ فيا مش كده؟ قوليلي بقى ما تتكسفيش. انت بتقعد كتير في الشركه؟ لا مش دايما، بكون بره بتمم صفقات للشركه، ومعظم صحاب الشركات بنات حلوين زيك كده. بجد شكلك بتحب البنات. بصراحه مش هكدب عليكي، لازم اكون صريح معاكي. بصت له ايمان بصدمه من جرأته. بس بحب بنت واحده ومطلعه عيني، ادعي لي بقى انها تحبني هي كمان. قرب منها وطبع قبلة على جبينها وفوجئ بياسمين، انتم بتعملوا ايه؟ ده انت رخمه. ليه هو انتوا كنتوا بتعملوا ايه؟ ولسه كان احمد هيتكلم دخلت سميحه وبصوت عالي، انت يا بيه يا محترم يا مؤدب، ياللي الغلط ما يطلعش منك. احمد بدهشه، في ايه يا ماما؟ مالك اتجوزت مراتك ازاي يا احمد؟ زي الناس يا ماما، في ايه؟ سميحه وهي بتمسك ايمان، في ايه؟ في انك اتجوزت غلطه عمرك يا احمد بيه. انصدمت ايمان وحطت ايديها على بطنها اللي بدات تتالم بشده. ايه اللي بتقوليه ده يا ماما؟ بقول اللي بنت خالتك عرفته واللي انتوا كنتم دارينه عني. هو انت لسه يا ماما بتسمعي كلامها؟ دي واحدة حيوانة خربت بيوت. ايه ده، انت على طول ظلماني، انا رحت شركتها وعرفت كل حاجة. انصدم الكل لما ضرب احمد رنا بشدة، واللي وقعت على الارض وقال لها بغضب وبصوت عالي، بطلي يا زبالة، دي مراتي وعرضي، اي كلمة تمسها تمسني. يلا لم هدومك دلوقتي وهحجز لك على اول طيارة، مش عايزة اشوف وشك هنا. يلا من هنا يا الستين دهية. أحلام بغضب، لا بقى، أنت اللي تاخد مراتك وتمشي، أنت بتطرديني يا ماما. وفجأة إيمان وقعت على الأرض. أحمد جري وشال إيمان وركب عربيته ناحية المستشفى، ومعاه ياسمين اللي كانت بتبكي بشدة. كان محمد قاعد وشارد وبيفكر في ياسمين اللي خطفت قلبه. وبعدين معاك يا بنت الناس، بحاول إن أنساكي مش قادر، طب اعمل ايه بس عشان اخرجك من دماغي؟ ما هو انا خايف اطلب ايديك يكون في حد تاني في حياتك. لا ما انا لازم اجرب، بلاش ابقى سلبي. انا هتصل باحمد واقول له، بدل ما انا كل يوم عمال افكر فيكي. واتصل باحمد. احمد هو انت فين؟ في المستشفى. خير ومستشفى ايه؟ طب انا جاي لك حالا. لما وصل احمد المستشفى، دكتور فين الدكتور؟ مراتي تعبانه، حد يسعفنا. في ايه يا فندم؟ مراتي مغمى عليها وحامل. طب دخلها الاوضه دي والدكتور جاي حالا. وبعد مده خرج الدكتور. في ايه يا دكتور، هي كويسه؟ بص يا ابني ما اكذبش عليك، هي لازم تولد فورا والا الجنين هيموت في بطنها، بس دي في السابع يا دكتور. وايه المشكله؟ ما في كتير بيولدوا في السابع، والحمد لله انكم لحقتوها. ما تقلقش يا احمد، ان شاء الله هتقوم بالسلامه، هي واللي في بطنها. بصلها احمد والدموع في عينيه. قربت منه رنا، لا يا احمد انا عمري ما شفتك ضعيف كده، خليك قوي يا حبيبي. دخل محمد المستشفى،
في ايه يا احمد؟ مراتي بتولد جوه. طب ان شاء الله هيكون خير. فضل احمد وياسمين مرعوبين طول ما ايمان في اوضه العمليات. وبعد فتره خرجت الممرضه وهي شايله الطفل. احمد بلهفه: هي ايمان عامله ايه؟ الحمد لله بخير ومبروك، بنوته زي القمر. بنت؟ الحمد لله، مبروك يا احمد. خدتها الممرضه: انت رايحه فين؟ ما تخافش، انا لازم اوديها الحضانه. حضنته ياسمين: مبروك يا حبيبي، بقيت انت اب وانا بقيت عمته. ولما خرج الدكتور: ايمان كويسه يا دكتور، عاوز اشوفها. الحمد لله بخير، انا هنقلها دلوقتي الاوضه التانيه وممكن تشوفها. وفي النادي كان اكرم بيكلم بنت: انت فاهمه انت هتعملي ايه؟ اشمعنى امل يعني؟ دي ايمن خطيبها واللي هيقرب منها هينسفه. نفذي كلامي وخلاص. خلاص يا عم طالما مصم، بس ما تنسانيش كلك نظر، عينيا ليكي، ما انت عارفه ان اكرم قد كلمته. وفي اوضه ايمان في المستشفى: الحمد لله على السلامه يا ايمان، الله يسلمك. قالت ياسمين: لما اروح بقى اطمن على حبيبه عمته. قعد احمد جنب ايمان لما خرجت ياسمين: انا اسف يا حبيبتي. شش ما تتاسفش، كفايه انك جنبي. انصدم احمد من كلامها: ايمان انا كنت خايف عليك قوي، خفت لا تضيعي مني. ربنا يخليك لي يا حبيبي. نعم انت قلت ايه؟ ربنا يخليك لي يا احمد يا حبيبي. ايه ده، هو انت بعد ما ولدت اتحولت ولا في ايه بالظبط؟ انت لسه ما فوقتش من البنك صح؟ لا يا حبيبي، انا ايمان نفسها مراتك وحبيبتك. لا بقى، انا هروح انادي للدكتور يكشف عليك. ايه ده بقى، وحسبني لوحدي؟ مالك يا ايمان، هما شربوك حاجة ولا في ايه؟ انت بارد على فكرة، ده بدل ما تحضني وتقولي كلام حلو. لا 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 بقى، انا هروح اشوف بنتي وارجع عليك تاني، تكون ايمان مراتي حبيبتي جت وانت روحتي. ابتسمت ايمان بحب: بحبك قوي يا احمد. ولحد هنا تخلص حلقتنا، بس حكايتنا لسه ما خلصتش. يا ترى ايه اللي هيحصل مع ايمان بعد ما عرف السميحة حقيقة جوازهم؟ ويا ترى علاقتها باحمد هتفضل مستمرة؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية. ما تنسوش بقى دعمكم ليا علشان اقدر استمر، بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولايك يا احلى متابعين. بحبكم جدا، اشوفكم على خير.